اللهم من يسألك في بيت من بيوتك لكل من فتح رسالتي هذه، اللهم فاغفر ذنبه، اللهم ومن نشرها بين الناس والعباد فحرم وجهه عن النار وأسكنه في الفردوس الأعلى من جنتك وحقق له جميع أمنياتي. إلى أصحاب الهموم والغموم، إلى أصحاب الحاجات، إلى أصحاب الديون، إلى من حرموا شيئا من النعم، إلى من يشتكون ليلا ونهارا يبكون، إلى من ذهبوا إلى المستشفيات وبعضهم إلى المصحات، إلى من ذهبوا إلى الرقاة وإلى المفسرين، إلى من يأنون يشتكون إلى الخلق بالساعات، إلى من ضاقت بهم الديار وحارت بهم الأفكار، أين أنتم من الله الواحد القهار؟ ثلاثة وصايا أبعثها من قلبي إلى قلوبكم، وأقسم بمن أحل القسم وأنا في بيت الله، من حافظ على ثلاث الوصايا هذه فلن يعرف الهم ولا الحزن إلى قلبه طريق ولا إلى حياته. الوصية الأولى الصلاة، والوصية الثانية القرآن، والوصية الثانية كثرة ذكر الله والسجود. أما الصلاة فمن هجر الصلاة فقد هجرت السعادة حياته، ومن حافظ عليه حفظه الله، والله لا يعرف المصلي هما ولا غما. والوصية الثانية القرآن، إياك ثم إياك ثم إياك أن يمر عليك يوم دون أن تقرأ شيء من القرآن، وبالأخص البقرة. وأقسم بالله من حافظ على البقرة يوميا فلن تعرف التعاسة إلى قلبه طريق، وسيأتيه الخير من كل مكان حتى في سيارتك وبيتك، لا تترك البقرة خاصة بهذا الزمن. الوصية الثانية كثرة ذكر الله ولا يعرف الهم ولا الحزن. رجل أو امرأة استدام على ذكر الله، كيف يأتيه الهم أو الحزن أو تأتيه المشاكل وهو يذكر الله عز وجل؟ وكثرة السجود، أطول سجدة في حياتك أخي المبارك أختي المباركة كم مدتها؟ دقيقة، دقيقتين، ثلاث؟ متى سجدنا لله ساعة؟ متى سجدنا لله ساعتين؟ اعلم أنه ما وقع بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، فهيا بنا إلى توبة صادقة مع الصلاة ومع القرآن ومع كثرة ذكر الله ومع كثرة السجود وإطالة السجود، ليفرج الهم وينفس الكرب ويأتي الخير من كل مكان. اللهم من نشر رسالتي هذه فأسعده وحقق أمنياتي.